ساكين بريسيو جيتش كاسيب جيب دابا حيت هو جاي من اسبانيا ودوز من اسبانيا وليا اخبار ايوا صافي دير كوليكسيون دابا الحوت العمى في الظلمه جا سيدي بشعيب على الثاني هذا هو الجزء الثاني خويا بشعيب بالباله وقعت في الجزء الثاني في الجزء الاولاني خويا بشعيب كلشي تباع كلشي ما بقاش ولا عدو ما مشى ولا عدو ما عدو ما قالت لك شاط طريف ديال التوب قد هكا قالت لك لا عطيه ليا قد هكا قد هكا سي بشعيب قالت لك لا عطيه ليا خلي ها الجزء الثاني اختي وما غاديش يبقى فيه تا هو فيه كميه قليله الثاني اجل لا مولاتي الثاني ديزاينات جداد ها هما اختي ديزاين نسك في ديزاين ترويمه جديده عالم جديد اجل لا موسلين دوسوا اوريجينال لا لا مع الكريب دوسوا اوريجينال والثمن من 700 درهم ل 400 درهم راه 50% هذه كانت اختي على التخفيض ديال 50% وكارناج خرافي واللوينات خرافيه شوفي اختي الزواق هذا الثاني شوف الوي فيتو ما عندوش هذه اختي ها الوي فيتو براسو ما عندوش هذا الوي فيتو غيشد هذا الفيديو هذا غيضرو راسو غيموت بسكته قلبيه اجل لا شوفي اختي شوفي 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 الموضوع الثاني كيفاش داير شوف شوف شو 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 الكارناج هاد الكارناج اختي باش يذوقي كنسميه انا حيت تقدر يكون انا ما عنديش الذوق ولا الاخرى ما عندهاش الذوق سبقت براسي ولا ولاني باش ما يبقاش فيكم الحال ها انت لالا هذا كارناج سميتو كارناج علمي يعني العلم هاد الموف كيمشي مع هاد الزيتي كيمشي مع هاد البلونكاسي ما عندك فين الذوق خاص محمد خويا انت دابا دويتي انا غادي نقول لك بان من اللوينات اللي كانت كنقولوا خياليه جامعه ما بين الواقع وجامعه كذلك حتى ما بين الذوق هضرتي على الذوق غندير لك واحد الوقفه هنا خاص محمد نتمنى تعذرني على سبيل المثال بحال مثلا دابا هذا راه تقدر اختي لما عجبكش هذا وندوزو لك هذا مع هذا عاوتاني وكيجي اللي هو كذلك يا سلام تسمعني معايا الوينات مزيان الموف اصلا كيمشي مع الخضر والخز اللي توا كذاك راه دخل تما كل بير صابلي توا كذاك دخل تما يعني كدير واحد لي رجلي باين لي زوينه اللي بغيت نقول باختصار مفيد اللون تحتاني اللي ما عجبكش راه عندك الحق تغيري اي حسي بشعيب متفق معك هذه المساله هذه بحال هذا عاوتاني على سبيل الذكر هذا سيدي بشعيب دابا هذا خلي البصمه ديالك خلي الروح ديالك لالا في التوب تمي تعلقي الجلابه تشمي فيها الروح ديالك تما كتسير في الجلابه خلي البصمه ديالك ماشي مشكل ضروري تتبعينا حنا دابا بحال هذا اختي ساهله راه اما تمشي هذا الموطر المغلق ولا هذا المفتوح ولا هذا البلوجين ولا هذا الماغو هذا ولا هذا الكريم هذا يعني اللوي اللي داخل فيه راه غادي يتماشى معاه 100% شوفي انت شنو عجبك اجي معايا عاوتاني كذلك هذا السي بشعيب تقدر ديري مع الشيبي تقدر ديري مع الاوبيرجين تقدر ديري مع البلونكاسي تقدر ديري مع السيل تقدر ديري مع بلوجين هذه الا تقتي في الذوق ديالنا والكارناج ديالنا خودي هادو ما اختي بجبيهم ما تقتيش بغيتي ديري الكارناج ديالك راه ما كاينش مشكله لا لا مولاتي نصاوبوا لك داكشي اللي بغيتي عاود ثاني بغيت نقول على سبيل المثال ديما كيف كنقولوا البلي اللي درنا حنا انت بغيتي تغيري حاجه واحده اللي تركزي عليها هو الفوقاني هو هاد لاموسلين هو اللي خفيف هو ديال الوقت دابا يعني هو لاخر صحه اخر ما كاين شي حاجه عاود ثاني اللي متميزه ما تلقاهاش في بلاصه اخرى الثمن اللي هو ثمن معقول ركزي على الفوقاني خوديه عاد قولي للدري يعني اللي كيتعامل معاك يقصر عليك اللوينات اللي غادي يمشيو معاك استغل الفرصه هذه راه ما غاداش تعاود مره اخرى علاش حيت شي حاجه نادره الوجود اي يا سيدي بشعيب ها هو اجي معايا شوف هنا شوفي 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 هنا هنا عاوتاني قدر الوقت هذا اسمح لي اخي محمد قدر نحيد مثلا عاوتاني هذا ودي له عاوتاني هذا عند هذا انا عاوتاني بحال هكا مثلا كاين السي بشعيب شي لا ما كنتيش كاين السي بشعيب انا تلحمل تول واه كاين تقدر تلبسي مع الصفار تقدر تلبسي مع الخضر تقدر تلبسي مع هذا لالا مولاتي زيد هذا خاص محمد حتى هذا يجي معها وشوف حتى هو يجي مع صراحه يعني الثوب راه يمشي لك مع كل شيء مع كل شيء حتى لا عندك شي جلابه بغيتي تشري الموسلين ديالها بوحده راه مرحبا الف مرحبا ما كاينش مشكل هذا الموسلين هذا بوحده ب 350 درهم خويا بشعيب مع الجلابه ديالو 400 درهم بحال هكا تزيدي 50 درهم وتاخذي الدوبيس راه وتبقى قلبها هي داك الشيء اللي كاين اسيدي بشعيب اجي معايا عاوتاني هاد اللوين هذا خويا بشعيب كان مع الصفر هذا انا فين كنا ها هو واجي معايا هاد اللوين هذا عاوتاني شوف لوينات كلاس لوينات البهجي لوينات صراحه لونين السكفلون بصحتكم العيالات والله الا مبرع عليا مع راسكم تقطعوا تعاودوا وقول لي شكون اللي شرات من الموسم الاول الجزء الاول تخلينا واحد الخبطه هنايا بالصحه وراحه وتقطعوا تعاودوا اختي